السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نتكلم على الكفاءة ديال رومان ما فيها من السلطة محمد راهو خاطفة على الكفاءة بصفة عامة. قبل ما ندخلوا في السؤال ديال أسباب تقنيات الكفاءة إذا القرب هنا، إنها الكفاءة الخامسة من سلسلة الأحيانات التي تحتوي تصاريفيا على جل ما نحتاجه في الكهرباء. إنها الكارت الأكثر شعبية بين الناس والأكثر صعوبة كذلك. من بين ما يشرح صعوبة هذه الكارت هو أن المستهلك أراد أن يجمع في نفس الكارت جل مبادئ الكهرباء. إنها بالتأكيد خليط مركز، الكونسنتريك خليط مركز لكل تلك المبادئ، خصوصا الدفاع على جميع المستويات شرطان كيدان مع تقنيات مصادمة للهجوم ناغاشي كما تشوفوها وتقنيات المسك واللي والتجنيب بالقفز تعود المجهود والتغيير المفاجئ للاتجاه. الوقت ليس وقت تعلم السديدات إياد وبالليل أو تصدي للهجومات في ثلاث خطوات مثلا ثلاث خطوات أياما كما في الكارت الأخرى، لا، هذه تدريب على دفاع النفس. ويبدو وكأن إيبوزو يقول لنا بهذه الكارة لقد حان وقت استعمال الكاراتيه عبر هدفه الأصلي وهو الدفاع عن النفس. إذا في المجمل هي كارة تؤكد لقاعدة صلبة وغنية للدفاع عن النفس، وبالتالي فهي تزاوج بين حركات المغيبة وتقنيات هجومية سريعة وخطيرة تتطلب تنفيذها أو يتطلب تنفيذها دقة متناهية وإيقاعا وضعين مناسبين. أما منابع الكهرباء فهي خطط من ديبي شوبان وخطط من كونكوداي وباسكيداي كوكب. هذا هو يعني هادشي بصفة عامة بلا ما نطول عليكم. راه كاينة تقنية جديدة اللي غادي داني أول مرة غادي نشوفوها، وكاينة تقنيات اللي هي غير غادي نراجعوها للناس في العيادات السابقة. لوكوزان أي رسم البنيان على الأرض هو يشبه أو هو تماما كيركبا هي صلى يعني على شكل حرف لاتيني الدين مقلوب. الخط هذا نعم والخط هذا الوسط يعني الدين مقلوب خلافا لهي النورمال. لكن لاحظت ان هي النورمال كان رسم ديالي ديالها المعقد، هذا بسيط ولكن الوسط ديالو هو اللي معقد يعني العكس في العكس. لأن لما نطلع عليكم غادي ندوزو مباشرة لأسماء التقنيات. وكوتسو أوشيوكي يا كوتسوكي لا ميتسو ناغاري ميتسو ناغاري كامل هي نوع من الحراسة كيسمها ميتسو ناغاري كاماي أو البعض كيسميها كاكي كاماي. أتمنى أن تعرفوا كاكي ميتسو كاكي كاماي. المعنى ديال هاد ميتسو ناغاري أن إلى كبيت الماء بالكثير وهبوط الماء وهبوط يهبوط تهبوط بسهولة. أما الهزيمة بحال هكا ديراك الماء ما غاديش يهبط. هاد ميتسو ناغاري
كاس هذا الميرفاق يكون اعلى من اللي يكون شفاف سينو داك الماء ما غاديش يكون مليح. بعد الصوت من هذا الماء اللي تيكون بكل سلاسه تيبقى ما كيطلعش من الصعوبات لي زوستاكل انه ابتداء من هذه الكهرباء مفروض كخصها تكون كاليكسيابيه بحال هذاك الماء الذي يلسى هذا لا ما تعرض ليه حتى شي حاجه يلسانه بسهوله. يعني من هذه الكهرباء مفروض كخصها تكون انسيابيه في الحركات ما كيبقاوش هذوك الحركات متقطعه. مثلا ملي تنعلم مثلا في الكاراتي كندير لهم حركات متقطعه اللي كنديرو كيطار براي كياكل تسوكي يشوكي كياكل تسوكي يعني داكشي مقطع كنعلمهم على الاول باش يتقنهم ياخذوا التواصل وكذا والى اخره التنفس. ولكن دابا في صعيد خص كل تقنيه تدخل في الاخرى نهايه التقنيه تكون هي بدايه التقنيات الاخرى والمحرك ديال هادشي هو الوركين اللي كيوجدوا الحركة المقبلة باش مكاينش كيكونش تقطع وكذلك مركز الثقل ملي كنكبر الورك كتوجد معاه مركز الثقل فين غادي تحطو ودوز التقنية الموالية بكل سلاسة. باختصار هذا هو المعنى ديال ميتزو ناكاي. ميتزو ناكاي كاماي يشوكي كياكو تسوكي من الجهة الأخرى ميتزو ناكاي كاماي كنمشي موروطي كوكي كوكو تسوكي موروطي كوكي كوكو تسوكي كنمشي جوجي اوكي قدر جوجي اللي قدر يمنية فوق اليسرية جوجي معنى ديالها هو علامة في هذا هو معنى ديال جوجي علامة في جوجي اوكي قدر كيف تاش من فوق كتولي شورو جوجي اوكي يعني اليد مفتوحة شوربو جوجي اوكي كنقلبوها نعم هذه يا اما تكسوي يا اما زوكي اوكي اوتسوكي اوتسوكي بالكيان بالنسبة لي ماشي حركة يعني ما تخليهاش انت مدة طويلة عاد تطلع لا هذه راه غير شتيها عندك بسرعة وتطلع اليدين مفتوحة قدام الكاميرا اليدين مفتوحين هكا تيدورو هاد الجهة الغليظة فوق هاد الجهة الغليظة هكا الدور هادي فوق هادي ألوغ في هاد الحركة قلنا يا إما تسوي يا إما تسوكي أوكي تسوكي دفاع علاش؟ لأن هنا أنا خرجت واحد التقنية فوق ضربني بهاد اليد هادي جمع ليا بهاد اليد هادي كانها مطالية ولكن جمع ليا بيد أخرى كالفار ويدو كالمسلم إذا في هاد الحالة راح كتقول زوكي اوكي زوكي دفاع ولكن اذا كنت كاين في الدنيا وشمرتو كتهبطو هنا اللي تهبطو هنا اللي كتهبطو ونضربو كيتسي ديك الساعات كتقول كيتسي
Alors, il y a une marque de souris, derrière une marque de souris. Ok, oh, quel souris, ou quel chien, ou une souris, qui a. La carte est dans ma rue, à la chaîne, ma fumée, comme. Ajouter Mikasuki,
والهبوط كيف هذا الشيء ما ماي أنبي وشي أنبي وشي الدم أجي أجي فوق هنا يوكم أنبي هنا ما ماشي أنبي وعندنا وشيرو أنبي هذا كلهم يسمونه أمبيت ماي ساتمون تشيكي ماي أوكا أكي أمبي يوكو أمبي ما واشي أمبي كيف بكينينا ما واشي أمبي وشيرو أمبي ها هي صنعه بس كتير أوكا إذا عندنا ماي هنا يا بي دابا غنمشي لكوزا داش ما تغيرت كوزا داش على الباساتي ديال الجي هادشي ها نور ديال الجي إذا كان في كوزا داش مورودي كوكي هادي مورودي كوكي اكو زاداش من بعد جندير اكي زوكي وشي هادي راه زوكي الى الاعلى هادي زوكي الى الاعلى يعني اكي زوكي وشي كيف وعاد كتشد الى القفزه القفزة هذا الجد كتطلع عالية كتعمل الوارد وكنهبط عاوتاني كوزا داشي كيما هادي ومع جوج يوكي كدا نطلع نطلع كيكون كتزود كوزا داشي ومعها جوج يوكي كدا طبعا خدنا القفزة هذي في الكومبيتيسيون كلما كانت القفزة عالية كلما النقاط تاعهم تزيد ولكن بالنسبة لكبار السن كطلب لهم الحركة إذا ما صرت شيء كيما سجلنا الفوق كطلب لهم الحركة تكون صحيحة لا وزيد مورني اوكي زادو تشوف زادو بزاف كاين في الشوط الكرون كاين هذيك ديال ان بي اللي كانت الدور دور ثالث وتعطيك شوطو كاين كاين الكاكاكو كاين هذيك صعيبة جدا هنا في أنسو هذه الدورة كاملة يعني كتكون إذا كنتي كتشوف هكا فالثلاث هو تخليك تشوف نفس الاتجاه دورة كاملة في السنة هي أصابهم وكاينة في كونكوشو هذيك ديال الشوطو كتشوف الشوطو أخرى هذه كتكون تشوف يسارنا كتكون تشوف الأنشي كترش هنا سواء في اتجاه هنا من طبيعة الحال هادشي مع كبار السن يصعب شوية ولهذا الناس ناس ديال الامتحانات ياخذوا بعين الاعتبار هذه الأمور إذا اللي تنوصلوا
النار تسجي النار النار تسجي الشيء وجوجي بوكي يمكن يكون بيسيا تمشي مباشرة مرمبي بوكي أو زي كوتشو هنا تنجد أنا هنا يا زي كوتشو مرمبي زيرو في جنة ودير زاد كونسو اكس هادي بعدا اول كونسو هدا كنسلم هدا سينا هدا سينا قبل ما تقول لك شوف مزيان مزيان هنا نقدروا نتصوروها شوطو براي شوطو كي كان براي وهادي شوطو كمان شوطو جوران كم اي ديفرن كنقلب الزاكوتشو هذا زاكوتشو اكسي هذا كان يكون زاكوتشو اكسي اللي تندور ونقولوا هاك الشيء هنا هادي نيكيتي ايدان ايدان نيكيتي وهذه ناكاشي جوطا ناكاشي هي كتبروس نفس الوقت ناكاشي اوكي جوطا وهذه نيكيتي وشي كيدا يعني وشي 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 وكان جمع او كوكوشو position bien manger calme beaucoup de choses et qu'on fait avec un voilà zahé ou si vous dites jota ou si vous dites jota à tout à l'heure ou si vous dites jota là il y a une petite femme là il y a une petite femme une petite femme سأكوت هذه مانجي كوكي إذا لنا نقولها مانجي كوكي نشرحها أو غايز ناشي غايز ناشي كيشو ناشي بعد تضرب الاتجاه كاين الاتجاه هاكو عاكس هاكو راه لي باغ هادي غير الاستخدام كتبر جوج تقنيات في نفس الوقت أو زان كوتشو يعني هذه نيكيتي أخرى بحال أخرى كيطان نيكيتي وشي وهذه ناكاشي كي جوطا كان جوطا كوتشو موجي كوكي موجي كوكي كوتشو يعني عندي هنايا يعني وشي روكي جولان هنا إلى ما ودي ساعة أو هنا اللي كنا نعرف أخرى كده هكا كده واحد طايشو هنا وهنا يا طايشو هنا طايشو جولان وهنا طايشو جولان هاي سوبر اكشن هاي سوبر اكشن اوجي اوكي اوجي جماعة اللي كل واحد من طريقه كاين اللي تيدير اللي تيدير تيكون هكا تيجمع تيجمع هكا لا ما كاين كل واحد كيفاش كيدير كيتسمى ديفاريت إذا هذا هو المجمل ديال أسماء التقنيات أما بالنسبة للإيقاع كنعرفوا بلي هذه القاعدة فيها حركات بطيئة وحركات سريعة إذا غادي نشوفوا الإيقاع كيف هادشي باش تفهمينا الإيقاع
هذا مش مجرد جديد لا 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 تبعي جديد لا واحدة لا هذا يكون واحد شوية السبب عيا سنتشوف في الثانية عندنا كذا إحنا نبدأ مشينا هنا درنا واحد السرعة كبيرة راه معنا يعني في العشرين شهر شطرناها ومضيناها لا راه كان واحد الشخص قوي ست بيوم اللي راه كانت شي حاجة تما هنا تزوج بها هذه طلع هذه القوة تخبطها بقوة تضرب هذه القوة وعاد تسد هذه في قوة يقولوا جاهل لا جوج حركات كيديروا نفس الوقت قومي قومي كده مراي سكين نفس الوقت لا بيتنفس تنفس هنا كتفرم هاد جوج حركات جايين في الكاركر يعني ملي كتزوري باش تهبي في واحد وزيد هنا في تاع تاع ديما إذا ثلاثة حركات في نفس الوقت بان 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 هذا الوحدة عاد الصوت ولكن الصوت الأصل هذا برضي في نفس الوقت هنا الدور وطلع مباشرة لاصقة فيها يوم لاصقة فيها برضي وفي أمسى كنت ثم هذه بس نزلت على طريقة دكان لا بس أجد المدامة لا ريتي في نزل تبيه لا لا أجد في نزل تبيه سنحاش يزن بعد إعباء عاجبا وتعشب بكت بمثل الإحسان كنسيها هذا هو الشكر كما تعلمت انا هكا اللي بغيتي فان اذا كان هذا هو الايقاع ديال الكار هذا هو الايقاع ديال الكار ديال الوضع هذا بصفة عامة في القطاع نقطة مهمة أنه كثرة السرعة بزاف وكثرة القوة بزاف راها ما عندهاش شي فعل
سيدي الناس يقول كان هذا الشهر سرعة وهذا الشهر قوة إذا أنا ممتاز حذائر في الحقيقة هذه ومن الإقناع النفسي بها لأن ملي كتكون تتحرك هذيك القوة اللي كانت عندك راح تتلاقى مع القوة ديال الخصم والسرعة ديالك راح تتلاقى مع السرعة ديال الخصم إذا السرعة الحقيقية والقوة الحقيقية تقاس أمام الخصم وليس أمام الفارق يعني تلك واحد السرعة كبيرة في يمكن أن تسليم ودرتيها بقوة كبيرة يجب لا أن تقوي وكتعمل واحد الشيء اللي هو في الحقيقة ماشي هو هذاك فيه شوية ديال الصبر وفيه كثير من الفرق خاص دائما دير البونكاي ديال الكاطا جزء جزء وهذاك البونكاي ديال اللي غادير هو اللي غادي يعلمك السرعة المناسبة والقوة المناسبة في كل حركة ديال الكاطا يعني كتجربها في كاين لأن ملي تكون تتواجه واحد الشخص راه ديك القوة على حسب القوة ديالو غنخدم مع حاجة أخرين على حسب القوة ديالو والسرعة ديالو عاوتاني إما يسبقني هو أو نسبقو أنا يعني تسبقو ديك السرعة اللي في الكاطا كتكون سرعة زائفة والقوة اللي كتكون فيها قوة زائفة ولكن كيبقى تدريب مفيد على كل حال يفيد ماشي لا يفيد لا يفيد ولكن ما يفيد انت والممكن لا تقتصر اخي الكريم اختي الكريمه على الكهرباء لوحدها في تعلم الكهرباء بل ولا بد من الممكن باكمله لكل كهرباء اذا لما كنت يا العرض العرض الثاني غادي يكون حول النصائح في تنفيذ الكعبة هي الوضع النصائح خطوة بخطوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.